انا الكلام على المرض ده له وزنه ومهم جدا. اولا انا شايف ان عندنا سيدات وزيرات في الحكومه على اعلى مستوى مشرفين موضوعا وفكرا وكل حاجه، فدي اضافه كبيره جدا. بس انا عايز ابص بقى لمراه تانية. في انا شايف ان في مشكله، وانا في مشروع ده انا تبنيته من 3 4 سنين وسميته مشروع امهاتنا اللي هي المراه المعيله. المراه المعيله دي ما تتسابش تحت اي ظرف من الظروف. احنا بنشوف سيده بتقعد على قفص جرجير بتبيع البتاع وبتسيب في التراب، بينما هي في بيتها بتصرف على ولدين في الجامعه وجوزها قاعد. فلازم نشوف كل السيدات دولت ونعمل لهم منظومه جديده. عايزين نقعدهم في بيوتهم بكرامه وعزه نفس، نجيب لهم مثلا اصفران عيش، نجيب لهم مكن تريكو، نجيب لهم الحاجات اللي هي تشغلهم، يجي متقاعد يجيب لها الخامات وتشتغل ويعلمها وتاخد الحاجات دي، تسلمه العيش وحاجه من الكيس وتديها مثلا 50 جنيه 100 جنيه في اليوم ايا كان، ونخليها قاعده معززه في بيتها. فدي المراه المعيله دي لازم نهتم بيها اهتمام كلي، ومشروعات تنمويه بسيطه جدا، وما نسيبش امهاتنا بهذا المنظر. فدي نقطه ليها اهميه. اما المراه كمبدا عام، انا شايف ان فكر المرأة وذكاء المرأة هيبقى إضافة لمصر كتير جدا. بس احنا عايزين نبقى في كل مجال في السيدات اللي هم ممكن يبقوا قيادات حقيقية، مش عايزين ان الست تبقى هي، يعني عايزين زي مارجت تاتشر والناس دي كلها، يبقى عايزين عضلات وناس جامدة. فهم دول السيدات فعلا اللي هيقدروا يدوا أداء مهم قوي. فأنا مع المرأة وعايز يبقى في دور ليها مهم جدا، وأعتقد إن ده اللي هيحصل الفترة الجاية إن شاء الله. وموجود حاليا، ما احنا شرحتنا الزر، يعني شايفين وزيرات عندنا على اعلى مستوى. يعني انا قلت حاجه كده من ضمن البرنامج، يمكن الناس اتخضت منها شويه، قلت لهم احنا مش في معاشات وفي حاجات تانية كتير. انا كنت قلت عايز اطلع معاش اضافي للمراه مثلا ولو كان 50 جنيه في الشهر، عشان ممكن بيحصل متغير في الغلاء نقدر نخليها تصرف تجيب للولاد حاجات زياده اللبن بتاع. فلازم المراه تتحط في الاعتبار، يعني مش عايز المراه تبقى عندها تعثر في امكانياتها وفي فلوسها والكلام ده كله. ولكن السؤال بتاعك، انا ما اقدرش اقول ان المراه هتبقى قياديه من غير ما تكون مؤهله انها تبقى قياديه. فلازم يبقى عندنا برنامج التدريب والتثقيف اللي هو الحقيقي لاداره امور الدوله وشؤونها. ما ينفعش انك انت تقولي مثلا دي سيده كويسه وليها دور وهنجيبها نعينها، لا مش عايزين لا مجاملات ولا كلام، لكن لو هي كواليفايد وتقدر تبقى رئيس وزراء تبقى اي حاجه، اهلا بيها.